النهاردة أنا هكلمكم على حاجة بتيجي للناس بنسبة مش يعني كويسة، موجودة بنشوفها كتير، عايزة ألفت نظركم ليها. حاجة اسمها الهالو نيفس، هي نوع من أنواع النيفاي، بتبقى عبارة عن زي حسنة كده أو شامة ملونة، لونها غامق عادية جدا، وحواليها حتة بيضة، دايرة بيضة زي البهاء بالظبط. هي دي اللي أنا هكلمكم عنها النهاردة. النوع ده من الحسنات في مجمله حميد وما يقلقنيش خالص، لكن انا ليه بلفت النظر ليه؟ لان اذا جه في سن معين مثلا بعد الـ40 كان عدد كبير محاط بلون ابيض، ابتدت الحسنه تختفي، ده بيدلنا ان ممكن لا قدر الله دي تكون حسنه غير حميده. ده نادر، لكن يعني زي ما قلت لكم بشروط معينه ممكن يكون موجود. كمان ان هو ممكن يكون مصاحب في بعض الاحيان بوجود بهاء في اماكن تانية، فده هيبقى محتاج علاج. الحسنات اللي من النوع ده بتبقى عباره عن حسنه نقطه بني او سودا، وبنلاحظ ان حواليها بيبقى جزء فاتح زيه زي البهاء بالظبط، لون ابيض الجلد، ما فيهوش اللون الطبيعي بتاع الجلد. احيانا بتبقى واحده، واحيانا بيبقى اكتر من واحده، واحيانا لو دورنا في اماكن تانية ممكن نلاقي اماكن بيضه بس من غير وجود الحسنات. كمان طبعا هي غير مصاحبه باي حكه او اي اعراض اخرى او اي مشاكل تانية في الجلد او في الجسم. ممكن جدا مع الوقت تلاقي الحسنه نفسها ابتدت تختفي واللون الفاتح بس بقى هو اللي موجود، يعني تدريجيا تلاقي اللون ابتدى بتاع الحسنة ينتهي وتختفي خالص، ويبقى هي بس بقعة بيضة مكان الحسنة. طبعا ليه هي بتختفي احيانا لوحدها؟ لان جهاز المناعة بيبتدي يهاجمها على انها حاجة غريبة، فبيبتدي يهاجمها، وفي نفس الوقت الخلايا الصبغية اللي فيها بيهاجمها، وفي نفس الوقت بيهاجم الخلايا كمان الصبغية اللي في الجلد المحاط بيها. عشان كده بتلاقي ان الاماكن اللي حواليها فاتحة كمان، مش بس هي بتبتدي تفقد لونها وتختفي. العلاجات زي ما اتفقنا، اما ان احنا بنسيبها خالص بعد الاطمئنان من انها حميدة من الدكتور، او ان احنا اذا حبينا ان احنا نشيلها بالليزر، او اذا لا قدر الله كان في شك من اي حاجة، بناخد عينة وبنحللها، وساعتها الدكتور هيقول لنا نعمل ايه لا قدر الله اذا كان في شك في اي حاجة غير حميدة. وطبعا اذا كان في مصاحب وجود بهاء في الجسم فبيتعالج زي علاج اي البهاء بالطرق العادية اللي بنعالج بيها البهاء. ممكن جدا ان احنا نستخدم ليزرات، ممكن ان احنا نستخدم الترا فايلت، ممكن ان احنا نستخدم كريمات، كلها بتفيدنا في العلاج. احنا زي ما اتفقنا ان الهالو نيفس تماما بناين، ما فيهاش اي مشاكل خالص، ولكن في ريد فلاج، بس نحط لكم الريد فلاج كان اهو عشان تفتكروا ان ممكن انها لا قدر الله تكون ميلانوما، تكون سرطان جلد. علشان كده احنا بس بنعمل التوعيه ليها. ايه الفرق بينهم؟ الهالو نيفس العاديه بتبقى غالبا متعدده كذا واحده، وبتيجي اكتر في الاطفال، افريج بيبقى 15 سنه. اما الميلانوما فغالبا بتبقى واحده بس، وبتبقى غالبا في الادلتس في الكبار. شكلها بيبقى الهالو نيفس بيبقى في النص، بتبقى فيه حسنة عادية جدا وحواليها هالو أو هالة من اللون الأبيض، وبتبقى منتظمة evenly distributed، منتظم الهالة دي منتظمة circular zone، دايرة منتظمة. أوكي. لكن الميلانوما اللي هي undergoing regression بتبقى سرطان، وبيبقى فترة طويلة وابتدى الجهاز المناعي ان هو يهاجمه، فعلشان كده بنشوف الحتة البيضة اللي حواليها بتبقى في النص في ميلانوما او سرطان جلد، وبقاله فترة طويلة. الزون اللي حواليها الابيض اللي على اليمين هتلاحظوا ان في الزون الابيض غير منتظم، وبيبقى كمان variable in width، يعني احجامه حتة صغيرة وحتة طويلة وحتة كده يعني. الميلانوما نفسها بتبقى بقالها فترة، وبتبقى فيها الكريتيريا بتاعت الميلانوما الدكاترة عارفينها الـ ABCD،
السيمتري بوردر irregularity والكالر فاريشن، تبقى حتت غامقه وفيها الوان مختلفه والكلام ده كله. و في نقطه معينه ان لو حصل ولقينا نيو هالونيفس برضو طالعه جديد في ادلت، فنحاول ان احنا في الحاله اللي زي دي ناخد عينه احتياطي للاطمئنان انها ما تكونش ميلانوما، علشان يعني شيء غريب انها طلعت فجأة برضو احتياطيا للاطمئنان. دي بس الحاجة اللي احنا بنقلق منها علشان الهالونيفس، لكن غير كده الهالونيفس تماما بناين، هي مجرد حسنة او شامة وحواليها اللون الابيض الفاتح ده فقط. لكن الميلانوما اللي هي بتبتدي بيحصل لها ريجريشن، بيحصل ان زي ما اتفقنا انها ممكن ان الجهاز المناعي بيبتدي يقاومها، فبتبتدي ايه كمان يأثر على الخلايا اللي حواليها، فبتدي الصبغية فبتبتدي تدي اللون الفاتح اللي حواليها ده. في نقطة تانية مهمة، احنا ليه زي ما اتفقنا ان احنا بنقول ليه ناخد بالنا من الهالونيفس، علشان نبقى مراقبينها برضو كل فترة والتانية نبص عليها، حتى لو جت بيناين لو فيها ابتدى يطلع فيها حاجة غريبة، تقرحات، دم، كبرت في الحجم، تغير شكلها، لازم ان انا اراجع الطبيب فوراً.